ينضم إلينا مباشرة من دمشق مراسل أنيل لقاء شحادة. لقاء حدثنا بداية عن تطورات الوضع الميداني بعد هذا التفجير الكبير في حي الزهراء يعني ذو الأغلبية العلوية. نعم، بعد تحياتي لكم وللمشاهدين، الحقيقة هناك كثير من التطورات الميدانية على مستوى سوريا. دعيني أبدأ معك من التفجير الذي وقع اليوم صباحا في حي الزهراء شارع 60 في مدينة حمص وسط المحافظات السورية وكبرى هذه المحافظات وأكثرها ربما أهمية استراتيجية. هذا التفجير الذي أودى حتى اللحظة بحياة أكثر من 50 مواطنا أو 50 مدنيا. هذا التفجير كان على قطعتين، أولا كان هناك تفجير لسيارة مفخخة، ثم تلا بعد دقائق عند الاجتماع عند تجمع الناس حول منطقة التفجير كان هناك تفجير آخر لانتحاري. هناك العشرات والعشرات من الجرحى في المشافي، هذه حصيلة أولية والعدد مرشح للزيادة. اتصالنا مع السلطات في حمص والإدارة المدنية في حمص، يعني هناك حالة من الاستنفار على الصعيد الصحي وعلى الصعيد الطبي نتيجة كثرة الجرحى والمصابين. أما على الصعيد الميداني المعارك مستمرة، أول هذه المعارك وأهم هذه المعارك والمعارك التي تستمر في ريف حلب الشمالي الشرقي، إذ يتقدم الجيش السوري والقوات الرديفة له باتجاه مدينة الطبقة. هذا التقدم طبعا ضمن تغطية جوية أو تحت تغطية جوية روسية مكثفة، أضيف إلى ذلك أن هناك تقدما في المنطقة الوسطى باتجاه بلدات مهين وصدد والقريتين حيث تسيطر داعش سيطرة كبيرة. عشرات طيب يعني لقاء بعد هذا التقدم الذي تحرزه القوات السورية بغطاء أو بدعم من القوات الروسية، هل يعني يتوقع السوريون الآن المزيد من الهجمات من تنظيم داعش ردا على هذا التقدم على الأرض؟ نعم، السلطات الرسمية هنا يعني أوحت في أكثر من خطاب لرسمي سوري في الحكومة السورية وفي يعني مكان القرار ومصدر القرار في سوريا أن هذا التقدم للجيش السوري طبعا سوف يعني يكون مقابل له العديد من التفجيرات، إذ أن هناك الإمكانية لخرق الكثير من المناطق والمدن الحيوية في سوريا لهذه المجموعات المسلحة. أضيف إلى ذلك أن هناك توقعا بخلايا نائمة موجودة داخل الأحياء الآمنة أو داخل المدن الآمنة كدمشق أو كمدن الساحل السوري أو كمدن سويداء في الجنوب السوري، هناك خلايا نائمة، هناك الكثير من هناك توقع كبير بأن يكون رد المجموعات المسلحة سواء داعش أو جبهة النصرة وغيرها على هذا التقدم وعلى الانكسارات التي منيت بها، أن يكون هناك تفجير وأن يكون هناك رمايات صاروخية تنال من الأحياء الآمنة أو الأحياء التي تقف مع الحكومة السورية أو الدولة السورية. لذلك يعني المشهد السوري برمته مفتوح على مصراعيه على المزيد. طيب سؤال أخير لقاء عن تصريح الرئيس بشار الأسد عن موافقته على وقف إطلاق النار والدخول في هدنة إنسانية يتم معها يعني إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، هل يتحدث الرئيس السوري الآن من منطلق قوة أم ماذا، وماذا عن الشروط التي وضعها لسريان هذه الهدنة؟ نعم، القيادة السورية أولا يجب أن نتذكر مسألة هامة، أن القيادة السورية لم تغير في خطابها منذ بداية الأزمة وحتى اللحظة، تقول أنها يعني يجب أن يكون هناك عملية سياسية لإنهاء هذه الأزمة، ولكن هذه العملية السياسية مختلفة كليا عن ما يقوم به الجيش السوري من مهاجمة المجموعات المسلحة أو قصف المجموعات المسلحة ومن استمرار الحرب ضد هذه المجموعات المسلحة. هناك تفريق لدى القيادة السورية بين هذين المعاملين على الأرض السورية. أما بخصوص المفاوضات أو وقف إطلاق النار أو العمليات العدائية كما سميت في المؤتمرات الدولية واللقاءات الدولية، فيعني هو أراد أن يشير إلى أن هذه المسألة لم تضع لها المعايير، لذلك يعني ليس هناك من إمكان لتطبيقها. يعني وهنا استشهد بمسألة هامة، أن الجيش السوري قد يقف عند قرار الحكومة السورية أو القيادة السورية، ولكن هذه المجموعات المتفرقة والمنشقة على بعضها وهي بالمئات بالمناسبة على الأرض السورية، هؤلاء جميعا من يسيطر عليهم؟ من يضمن وقف إطلاق النار؟ من يضمن
اشكال الهجوم التي يمكن ان تشن سواء بالرمايات الصاروخيه او عبر التسلل او لذلك هو يطالب، والقياده السوريه دائما تطالب ان يكون هناك معايير واضحه، توضع هذه المعايير بشكل واضح لجهه وقف العمليات العدائيه او العمليات الحربيه والعسكريه. ثانيا لابد اولا من تصنيف المجموعات المسلحه، لان هناك الكثير من الجماعات المسلحه التي تحارب الجيش اليوم توصف من قبل بعض الدول المشتغله في الازمه السوريه على انها مجموعات معارضه. نشكرك. نعم، شكرا جزيلا لك لقاء شحاده مراسل النيل في سوريا. وفقط يعني نوضح انه على لسان مراسلنا لقاء شحاده ارتفع عدد ضحايا التفجير الذي وقع في حي الزهراء صباح اليوم الى 50 مدنيا، واضاف ايضا ان المستشفيات تمتلئ الان بالعشرات من المصابين والجرحى. كما ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ بسام الملك عضو الائتلاف السوري المعارض. سيد بسام، بعد التحية، يعني المعارضة هي الأخرى وضعت شروطها لوقف إطلاق النار، ومن بين هذه الشروط وجود ضمانات دولية. ماذا تعني وجود ضمانات دولية؟ بداية مساء الخير إلى مشاهدينا الكرام. أهلا بحضرتك. الضمانات الدولية وقف إطلاق النار والطيران الروسي على شعبنا وعلى المدنيين وكثيرا من السوريين المهجرين على الحدود التركية السورية، هذا من يتحمل مسؤوليته. إذا في خلاف رئيسي بيننا كمعارضة وبين النظام بتعريف الإرهاب. الإرهاب هو موقف يجب أن يحدد. النظام بيعتبر كل من يرفع السلاح في وش الدولة وش الجيش السوري هو إرهابي. الجيش السوري هو مكونات الشعب السوري، والمعارضة هو مكونات الشعب السوري. نحن تعريف الإرهاب كل من يقتل أي مواطن سوري يحمل الشهادة السورية والجواز سفر السوري والهوية السورية فهو إرهابي. معناتها في إرهاب دولة، وبرأيه لنين في إرهاب اللي عم يدافع عن حقوقه وشعبه كإنسان عم ينزل عليه براميل متفجرة ويهجر شعبه. من حق الطبيعي أن يقف ويدافع عن أهله وعرضه وأبنائه. إذا في اختلاف نقطة. أما النقطة الأساسية بهالموضوع هذا، أنا أعتبر أن هذه المرحلة من يومين ضرب النعش الأخير في بشار الأسد بدليل فيتالي تشوركي ممثل روسيا في مجلس الأمن أن على رئيس النظام بشار الأسد يجب الإصغاء لنصيحة موسكو فيما يتعلق بحل الأزمة السورية، وبأنه عم يطالب هو باستعادة الأراضي السورية. أنت لولا روسيا وإيران ما بتقدر تاخد شيء من القوة، يعني لولا الطيران السوري يعني تكمل لك النقاط. وقال لا تتسق هذه حتى مع لا نبعد عن الموضوع سيدي، يعني نتحدث عن وقف إطلاق النار. يعني البعض يتساءل هل المعارضة السياسية تملك بالفعل أن يكون لها السلطة وتطلق وتستطيع إيقاف النار من جانبها في سوريا؟ طبعا نحن بعد الاجتماع اللي حدث من يومين بين رياض حجاب والقوات المقاتلة على الأرض اتصلوا ونسقوا بعن كل العسكريين المقاومين على الارض وطلعوا بنتيجه انه في هدنه من اسبوعين لثلاثه، اذا كان نوايا جيده نحن معهم. نحن ضد الارهاب. هلا التفجير اللي حدث اليوم بحمص هذا كله بالمقابل شعب سوري، وبالشمال اللي عم يقتل شعب سوري. نحن لا نريد للطرفين ان يقتلوا، لا من هالطرف ولا من هالطرف. انما الاستمرار الفعل ورد الفعل اللي عم يساويه النظام ما عم تساوي اي مقاومه اخرى على الارض. ليش؟ لانه الطيران الروسي هو عم يفسح المجال لكل شيء، عم يقصف المدنيين، مدارس والمستشفيات. في تاريخ من الكون جرائم حرب انه بيعملها. هلا ايقن بوتين انه نهدف الى حل الازمه السوريه بالوسائل السياسيه والدبلوماسيه. والصفعه الثانيه اللي عملها بوتين لاتجاه بشار الاسد بعد الكلام ممثله في مجلس الامن هي اتصاله بملك سلمان ودعوته الى روسيا لوضع النقاط على الحروف لحل سياسي في سوريا. إذا أيقن بشار الأسد بده يسمع كلام الروس، وهن اللي حاكمين سوريا، مو هو اللي حاكم، هو شكلي وليس فعلي. صحيح. الحاكم الرئيسي في سوريا هو النظام الروسي، ووزير خارجية روسيا ليس وليد المعلم، وزير خارجية روسيا هو لافروف. وقت سيدي وصلت الفكرة. السيد بسام الملك عضو الائتلاف السوري المعارض، اشكرك جزيل الشكر. بالتاكيد وجهة النظر هذه تمثل وجهة نظر صاحبها وليست معبرة عن وجهة نظر القناة. أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ضرورة التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظرين أمريكي جون كيري في العاصمة الأردنية عمان. من جانبه أكد كيري أن القتال ضد داعش لن يكتمل إلا بالانتقال السياسي في سوريا، وأشار إلى أن الأطراف المتنازعة تقترب حاليا من وقف إطلاق النار أكثر من أي وقت مضى. طالب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلول الولايات المتحدة بدعم غير مشروط للحملة العسكرية التي تشنها بلاده ضد وحدات من المسلحين الأكراد السوريين.
وأعلن أوغلو أن تركيا ستتخذ إجراءات أمنية جديدة في جميع أنحاء البلاد في أعقاب تفجير سيارة ملغومة هناك الأسبوع الماضي، ما أودى بحياة 28 شخصا. كانت تركيا أعلنت أن وحدات حماية الشعب الكردية